الامتحان في ايه يا مستر محمود محمد احمد؟ سؤال يا مدام سلسوق، بالرغم ان انا بقالي في اوجوست بتاع 8 9 ساعات دلوقتي اهو، لكن لسه مش مصدق ان انا خرجت من مطار القاهره الدولي وان اللي ختم لي الباسبور بتاعي ضابط شرطه مصري. دي حاجه بسيطه جدا. بسيطه جدا ازاي بس؟ الله، مش ده برضو باسبور مطلوب من بتوع الخواجه؟ الخواجه ده على قد حاله، و90% من الباسبورات بتبقى مكشوفه من بتوع الجوازات او متبلغ عنها من الخواجه نفسه. اه فهمت، يعني بيقبض مننا وعلينا. بالظبط. طب والباسبور ده اطمن بس اطمن. الباسبور بتاعك سليم 100%، ما فيهوش اي حاجه مزوره بالنسبه لك الا اسمك. ازاي يعني؟ يعني الاسم ده بقى حقيقي. حقيقي؟ لواحد مصري؟ ايوه، بس الله يرحمه مات من فتره قريبه وفي البرازيل، واهله ما فكروش انهم يدفنوه في مصر. طمنت بقى. انت بتتكلمي بجد يا مدام سلسوق؟ يا سلام، وانا من امتى كلامي معاك فيه هزار؟ اه لا، في دي بقى عندك حق. طب اشرب بقى البرتقان علشان ده كويس قوي على الفطار. اشرب البرتقان ده وبس؟ طب ده انا متهيألي ان انا هشرب البرتقان اللي موجود في العالم كله. مستر محمود محمد احمد، انا عايز اسالك سؤال. لا لا لا، بقول لك ايه؟ السؤال ده نخليه بعدين، انا بطني دلوقتي فيها انفجارات ذريه وهيدروجونيه ومدافع تقيله، كل ده من الخوف اللي حصل لي امبارح، فنسال بعدين وناكل دلوقتي، مش كده؟ جرسون، الا لو سمحت بالقمروسي تتقال ازاي يعني؟ ها؟ يا رب يا ساتر. الف سلامه يا حاج عبيد. الله يسلمك يا ام خمر. خير يا ابو العمده، انت حاجه جريس عليا. ما تشغلش بالك كده يا ابو احمد. ريحني يا ابو العمده. اقدر اقول لك كده انه اتحفظ، والظابط كتر الف خيره ما رضاش يجيب سيره ام احمد في التحقيق، لكن الظابط بتاع مصر لما رجاله الحاج عابد حرقوا له العربيه وخربوها زي ما تقول كده اتعصب في الاول، لكن رجع تاني لمصر والحمد لله. والدكتور انور؟ ما انت عارف الحاج عابد لما بيحط راسه في حاجه لازم يتمها على خير ما يرام. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. اخيرا اخيرا قدرنا نرد جزء من جمايلك يا دكتور انور. جزء بقى كل اللي عملته وتقول جزء؟ سعديه. ايوه يا بحر. سيبيني لوحدنا انا وابو العمده. حاضر. وانت معاها ام خيمر. حاضر يا ابو الحاج. وانت كمان يا ست انتي. اني كمان؟ شاهد يابا؟ شاهد؟ سامعه؟ سيبينا انا والعمده لوحدنا، فاهمه؟ فوتي اكيد. اني؟ فوتي اكيد. اني؟ مالك يا عبيد يا ولدي؟ اتعصب كده ليه؟ انت ناسي يا ابني ان جرحك لسه ما لمش؟ الجرح زاد يا ابو العمده. اعوذ بالله، نجيب يا ابني الدكاتره؟ الجرح مش في دراعي يا ابو العمده، جرح في رجولتي وكرامتي. ايه يا ولد اللي معبي قلبك بيه؟ قول لي. اللي حصل من اكيده يصح جنيه يا ابو العمده. ناقصات عقل ودين. مش للدرجه دي يا ابو العمده، مش للدرجه دي. هي بنتك صح، لكن لازم تقول قول الحق، كلمه الحق اللي هنتحاسب عليها يوم الموقف العظيم. بقى ده جزات الراجل اللي عرض نفسه لحبل المشنقه عشان ينقذ درع جوزها بدل ما تبقى مرات لقطع. ده جازات الراجل يا ابو العمده. مش وقت الكلام ده يا ابو احمد، بدك ايه دلوقت؟ الحق. الحق يا ابو العمده. غلطانه غلطانه غلط يغرقها من ساسها لراسها. والحل؟ قصدك العقاب اللي تقول عليه يا ابو العمده. الكلمه اللي هتقولها ما حدش هيتنيها وراك. ايه عقوبة ده يا ابو العمده؟ ما فيش غير انك تطلقها يا ولدي.
واشيل التراب واحطه على راسك، اعفر وقفتك وسط البلد. حقك يا ولدي، وما حدا يقدر يلومك فيه. وسامح نفسي كيف يا بالعمدة. والله يا ولدي انا قلت اللي يخلص ضميرك قدام ربنا، والقول قولك وما حدا حيقدر يعارضك فيه. اكيد صارت مريضة يا بالعمدة، مريضة ومرضها خطر، بيحرق كل اللي قدامها وبيحرقني، بيحرق مالي، وكلها تكسم مالي مع حسوب، هو ده الخطر بعينه. أؤمر واحكم يا ولدي، من حكم في ماله ما ظلم. الطلاق هيبقى مع عيارتك، وسيرتك هتبقى لبانة في وسط الخلق. مظبوط يا بالعمدة؟ أصيل وبمقصول. أكيد هتفضل عايشة في داري، أكلة شربة نايمة متعالجة، لكن متحرمة عليا زي أم وأختي لحد يوم الموقف العظيم. يرضيك كده يا بالعمدة؟ ما هو ده أبشع من الطلاق يا ولدي. ما حدش في الكفر كلاته هيعرف الكلام ده غيرنا احنا التلاتة. بس لو هي نطقت بكلمة، مفيش واحدة ست في الدنيا تقدر تقول إن جوزها معرمها على نفسها. دي بتدي فرصة لضرتها والنسوان اللي كارهينها إنهم يشمتوا فيها. هو ده الحل اللي عندي يا بالعمدة، إيه رأيك فيه؟ يا سلام، أنا دلوقتي بقى ممكن أعمل أي حاجة. أنا مش عايزاك تعمل أي حاجة، أنا اللي عايزاه منك إنك تجاوب على سؤالي. اتفضلي اسألي يا وش السعد. أنا عايز أعرف أنت ليه عايز تفتح حساب في سويسرا وإنجلترا؟ بسيطة دي، عشان أبقى عامل زي الناس الأغنياء اللي نزل عليهم الغنى فجأة. فهمتي؟ إن شاء الله بينا بقى ولا إيه؟ يا بدر. الحساب لو سمحت عند المدام، أصل أنا ضيف عند الجماعة بتوعها. ها؟ دي هديها، خدها. ياسو يا خواجة. ادخل. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح النور. طب اتفضل انت. بص يا باشا، هنضيع بعدين. اقفل الباب وراك وقول للسكرتير ما دخلش حد. تمام يا فندم. اتفضل. اؤمر سعادتك، انا اول ما جيت هنا لقيت الاداره مقلوبه، بيقولوا انك طلبتني. خير؟ وهيجي منين خير يا سياده العميد؟ طب وليه التشاؤم ده بس؟ هو ايه اللي حصل؟ وكمان بتسأل؟ انت بتشتغل ضابط بوليس ولا عامل لي فيها رامبو؟ رامبو؟ ساعة الباشا اذا كنت عملت حاجة غلط ممكن تحاولني للتحقيق، ومفيش داعي للكلام اللي يضايق ده. حساس قوي والكلام بيضايقك؟ واللي انت عملته حسام ما ينقطنيش؟ تقفل السكة في وشي؟ طبعا هتقول الخط اتقطع، لكن انت عملتها قبل كده، وتاخد عربية جيب بتاعت ناس وتطلع بيها الجبل. طب مش خايف على نفسك؟ خايف على الواد الصغير اللي معاك؟ واد مين يا سعادة الباشا؟ انا ما كانش معايا عيال. طارق جلال طلع معايا الجبل بكامل رغبته. امال كنت عايزه يعمل ايه؟ يطلع يجري يصوت في شوارع بني سويف؟ قلبتها لشيكاغو يا سي حسام. يا سعادة الباشا انا بأدي الواجب اللي عليا. مش بالطريقة اللي تعرض فيها نفسك للموت. بأي طريقة يا سعادة الباشا؟ الموت ما بيختارش الطريقة اللي بنقابله بيها. هذا اللي أنا باخده منك يا رياض باشا. مش معقول يكون في متهم سعادتك شدد الإدارة كلها داخلية علشانه، واسمع أنه على بعد 50 متر مني واسيبه يهرب ويطلع لسانه لكل رجال الشرطة بالطريقة دي؟ أبقى أنا مش أمين على شرف المهنة ولا على كرامتها. بالاندفاع ده يا حسام؟ مسدسين قدام رشاشات في إيدي الناس قلوبها ماتت من زمان. عمل ضابط الشرطة في ظاهره الشجاعة، وباطنه برضه الشجاعة مش الخوف. أنا لو ما عملتش كده يبقى الاستقالة اللي جيت بيها لسعادتك أول يوم هي العمل الحقيقي الوحيد اللي أنا لازم أعمله. طب اتفضل روح مكتبك دلوقتي. اتفضل. تتشكر يا فندم. مجنون، بس تلاتة بالله العلي العظيم بيتكلم صح. لو كل عسكري درك كان مخلص في شغلته بالطريقه دي، او حتى 10% من حسام، ما كانش حد سك باب دكانه وهو مروح من كتر الأمر.
خير يا فندم. سيادة اللواء كان عايزك ليه؟ يعني ما انتش عارف؟ طب وانا هعرف منين يا فندم؟ علشان رحت اشتكيت له زي العيال وقلت له ان انا خدتك غصب عنك معايا الجبل. انا يا فندم؟ طب ممكن سيادتك تجيبني قدامه وتفتح الموضوع؟ وهي على قد كده وبس. في ايه تاني يا فندم؟ تقدر تقول لي انت مالك ومال اختي؟ هو انا كنت مدخلك بيتي علشان تعاكس اختي؟ انا يا فندم؟ ايوه انت. ايه في حد غيرنا في المكتب؟ يا فندم التليفون عند سيادتك اهو، ممكن سيادتك تتصل بيها وتسالها انا طلبت منها ايه بالظبط؟ انا بسالك انت بتعاكس اختي ليه؟ يا فندم في فرق كبير بين المعاكسه وبين اني اطلب ايديها للجواز، والتليفون عند سيادتك اهو، ممكن سيادتك تتاكد. اشمعنى اختي انا دونا عن بنات الناس اللي عايز تتجوزها؟ يعني يا فندم هي حريه شخصيه و وايه؟ وتوافق ارواح يا فندم. توافق ارواح ولا توافق مصالح؟ مصالح؟ مصالح ايه دي اللي تخليني اطلب ايد واحده للجواز؟ ورثها؟ ورثها من ابوها من امها؟ وده هعمل بيها يا فندم؟ انا هتجوز واحده تكفل بيا وتصرف عليا؟ وبعدين سيادتك ممكن تسال على مرتبي ودخلي من الميراث اللي سابهولي المرحوم والدي، بيكفيني وزياده. ما هو جايز المصالح دي ان اخويا الكبير يبقى رئيسك المباشر في الشغل، يعني ممكن يرقيك. سياده العميد انا راجل جاهز من كله ومتقدم عشان اتجوز، مش عشان سيادتك تساعدني وترقيني. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده كله سخيف وملوش اي موقع من الاعراب. نقيب طارق الزم حدودك وخليك مؤدب. يا فندم انا ما اتخطيتش حدودي ولا عمري هتخطاها، بس الكلام اللي انت بتقوله ده ملوش رد غير كده. بعد اذنك. ايه اللي انا عملته في الولد ده؟ ادخل. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. صدقيني انا متزعلان من الفطور اللي انت مقابلاني بيه ده، لان انا جاي اعتذر عن الكلام اللي قلته امبارح. انا اسف جدا، اسف ان انا قلت الكلام ده وانا مشحون. مشحون ليه ومن ايه؟ من كلام والدك وخوفه وقلقه عليك. انا منكرش ان انا اقتنعت بكلامه وتعاطفت معاه ومع موقفه منك. وقدرت تنسى صداقة العمر بينك وبين صاحبك الدكتور انور وجمايله؟ هتفضل مطوقة رقبتي طول العمر. كل اللي هقدر اعمله له وهو في جنب والدته وبنته لغايه ما اتاكد ان هم مش محتاجين لحد ابدا. لكن المشكله والمطب اللي وقعت فيهم امبارح بسبب خوف والدك عليك، وانا بحكم الزماله والعشره برضه قلقت عليك وخفت. حقيقي كتير قوي اللي عملتيه امبارح. متهيالي ان انا الوحيده اللي ليا الحق في الحكم على تصرفاتي يا دكتور. والمجتمع اللي انت عايشه فيه وبيخاف عليك وقلقان من حقه كمان انه يحكم على تصرفاتك. وحتى لو هو ملوش الحق ده، متهيالي من حقه انه يخاف عليك، وخصوصا وانت بتلعبي لعبه معروفه نتيجتها مسبقا انها خسرانه. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا كلنا عارفين وانت قبلنا انها مساله وقت وانور هيتقبض عليه ويتقدم لعشماوي. بس في نقط. ما قلناش لا. وممكن كمان يهرب من ايد البوليس. ممكن يكون معاك حق، بس هيبقى ايه؟ الدكتور انور المطارد. وحتى لو وقفت معاه لاخر نفس، مين المأذون اللي هيقدر يكتب كتابكم؟ انا اسف يا دكتوره، بس مهنه الطب علمتني ان انا اواجه الحقائق مهما كانت درجه خطورتها على المريض. ما اقدرش اشوفك وانت بتدمري حياتك ومستقبلك واسكت، مهما اكون مديون للدكتور انور باكتر من حياتي. دكتوره نيفين، فكري كويس قبل ما تعملي اي خطوه في رد فعلها على مستقبلك وصحه والدك. انا اسف للمره المليون ان انا سمحت لنفسي ان انا اتجاوز حدودي معاكي. عن اذنك. ايه ده يا سياده النقيب؟ استاهل يا فندم، ممكن استبدلها بطلب نقل. ما انا بعرف اقرا عربي يا ابني، سؤالي معناه ليه؟ ارجوك يا فندم تعفيني من الرد. بقى ده اسمه كلام؟ واحد بيستغنى عن الشغل معايا وعايز يستقيل او يتنقل، يعني مش عايز يشوف وشي. لا ابدا يا فندم. وبتطلب مني اعفيك من الرد، عارف ده معناه ايه؟ معناه انا مدير فاشل مكروه. يا فندم الحكايه مش كده خالص. فهمني انت الحكايه ايه بالظبط؟ عليك ما ردتش.
انا بقى هرد عليك وعلى الورقه الخايبه اللي انت كاتبها دي. قدامك حل من اتنين، يا ترجع شغلك وكاني لا شفت ولا سمعت ولا قريت الورقه دي، يا اما تفهمني بالظبط انت كتبتها ليه. ارجوك يا فندم، ارجوك تعفيني من رد، لان الموضوع شديد الخصوصيه ولو اتكلمت فيه هجرح ناس عزاز عليا قوي. اعتقد ان كلامي واضح، والظاهر ان انت اخترت الحل الاولاني، مش كده ولا ايه؟ يعني ما رديتش عليا يا سياده النقيب طارق. رد عليا يا فندم. الورقه دي بسبب المناقشه اللي دارت بيني وبينك ولا في اسباب تانية انا ما اعرفهاش؟ اعتقد ان من حق ان انا ما ردش. لا مش من حقك يا طارق. ليه؟ متهم ولا ايه؟ لانك اخ صغير وزميل عمل وفي بيني وبينك عيش وملح. لو سيادتك قصد الكلام ده وفاهم معناه ما كنتش اتهمتني اتهامات البطله دي، ما كنتش قابلت طلبي بالسخريه اللي وجهتها لي. يا اخي انا مش عارف انت قمص قوي كده ليه. ده مش قمص يا سياده العميد، دي كرامه، والكرامه غاليه قوي اليومين دول، ده اذا ما كانتش شحت وبقت عمله نادره. على العموم انا بقدم لك اعتذاري بشكل رسمي يا سياده النقيب طارق. حقك عليا، انا في الحقيقه كنت عصبي، مش عارف انا ليه كلمتك بالطريقه دي. صدقني انت اول ما سبت المكتب انا انبت نفسي وكنت جاي علشان اعتذر لك، بس جالي تليفون عطلني. على العموم حصل خير يا فندم. يعني خلاص مش زعلان مني؟ لو كنت زعلان ما كنتش كلمت حضرتك وعاتبتك. انت ما قلتليش يا فندم انت هتيجي امتى علشان تتقدم بشكل رسمي لاختي. ايه ما ردتش عليا ولا لكن صرفت نظر؟ انا مش قادر افهم انت بتزهرتي على ايه دلوقتي. فرحانه بعروستنا. طيب مش نسمع رايها الاول؟ وهيكون رايها ايه يعني؟ اكيد موافقه. يا سلام، انت ايه اللي مخليكي متاكده قوي كده؟ هو في حد بيتجوز اليومين دول؟ ده الشبان عقبال ما يستنوا الوظيفه 7-8 سنين ويكونوا نفسهم ويفكروا يتجوزوا كل العمر جري وهرب، وبعدين الشاب من دول يتجوز من هنا وعلى الانعاش يوم الصباحيه من هنا. اما طارق بقى حاجه تانية. حاجه تانية يعني ايه؟ يعني هو سنه مناسب ليها وبيحبها وكامل من كله، شقه وعربيه ووظيفه. ايه كملي، وايه تاني؟ وبيعزها ويقدرها. كل ده مش مهم، المهم ان احنا نعرف راي عروستنا. ايه رايك يا حبيبه؟ ايه يا حبيبه ساكته ليه؟ مش هتحكي لنا بقى ردك كان ايه؟ طبعا وافقت، لكن بشرط. هو ايه ده؟ انت هتتشرطي كمان؟ انت عارفه انا لو منك كنت استعجل كتب الكتاب. والدخله كمان. ايه ده ايه ده؟ حالكم حالكم، انتوا عايزين طارق يقول عليا ايه؟ ما صدقت. طب قولي لنا بقى ايه الشرط اللي انت قلتيه؟ انا قلت له ان كتب الكتاب والدخله مش هيتعملوا الا بعد ما اخد الليسانس وكمان اشتغل. وطارق وافق على الكلام ده؟ اهو ده اللي انا معرفوش. طب واخوكي ما سالوش؟ اكيد سال. طب وكان رايه ايه؟ موافق، موافق بالثلاثه يا فندم. يعني مش هتغير رايك بعد الخطوبه؟ عيب يا باشا، انت شايفني صغير ولا لازم بقى حضرتك مستصغرني في نظرك؟ منك لله يا طارق، هتاخد مني 24 ضلع. يعني ابارك لنفسي يا فندم. واحنا كمان ان شاء الله نبارك لك قريب. طب امتى يا فندم؟ ياه ده انت مستعجل قوي. بص يا عمي، ده عمل دبب. ايه يا فندم؟ مش سيادتك ولي امر عروستي؟ هتبقى عمي. اسمع انا، انا مستعد انك تخطبها لكن تعممني دي لا. بعد الشر عليك يا باشا. امتى بقى عايزنا نحدد ميعاد الخطوبه؟ يا ريت يبقى باسرع وقت ممكن عشان ادخل واخرج عليكم بصفه رسميه، ويا ريت بقى نكتب الكتاب بسرعه عشان ما حدش يقول كلمه كده ولا كده. انا شخصيا ما عنديش مانع، وخصوصا انها في الليسانس السنه دي. بس يعني بس ايه تاني يا فندم؟ برضه ناخد رايها كده. القهوة يا باشا. قهوة مين يا عم؟ اجري هات شربات. دي كانس كلام استاذ سوري. ياه ده احنا اتعلمنا جريجي بسرعه قوي. هما 3 ايام شويه ولا ايه؟ في ناس بتقعد 3 سنين ما تتعلمش ولا كلمه واحده. لا 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 دول مش ناس، دول استني لما اعزمك على واحد برتقال. برتقالي فرق. لا متشكره قوي على العزومه دي، انا عايزه قهوه.
كافيه باركالو. طيب يا ستي، اديني نفذت كل اللي طلبتيه مني، ناقص بقى انكم تنفذوا اللي انا طلبته منكم. المبلغ اللي انت طالبه مبلغ مش شويه، والجماعه مش عايزين يدفعوا. لا هانم، في الحاله دي بقى يبقى يفتح الله. ايه ده ايه ده، انت لهجتك بقت من خواجه لواحد سوقي ليه بسرعه كده؟ شوف يا مدام، بيقولوا في المثل اللي اوله شرط اخره ايه؟ اخره نور. الله ينور عليكي. دلوقتي انتوا طلبتوا مني حاجه ونفذتها في مقابل انكم تنفذوا لي حاجه انا كمان. ايوه بس المبلغ ده كبير جدا. من وجهه نظركم انتم، لكن من وجهه نظري انا المبلغ ده قليل جدا. 100 مليون دولار مبلغ قليل؟ يا هانم قدام ال 100 مليون دولار دول انتم طالبين مني اني ادمر انخاخ جيل بحاله وامسح شخصيته وامسح كل طموحاته. اعتقد في الحاله دي المبلغ ده يبقى ملاليم. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايز اوصل ان حضرتك ترجعي للناس بتوعك وتاخدي رايهم وتقول لهم ان انا عايز المبلغ كله من اوله لاخره. يا اما نقول للبيعه دي الله الغني وبصته لميوزيكا وكل واحد يروح لحال سبيله. طب انا عارفه انا هرجع على فين. انت بقى لو ما اتفقتش معاهم هتروح على فين وازاي؟ ايه ده؟ انت بتلوي دراعي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس بوضح لك الصوره يا مستر حكوره. يا هانم انا شكلي واسمي محمود محمد احمد. بعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه تحطيها زي الحلق في ودنك. اللي اسمه حكوره ده اللي بتتكلمي عليه لازم تقري على روحه الفاتحه، ده خلاص مات. لكن اللي قدامك دلوقتي محمود محمد احمد، وده مثبوت باوراق رسميه. بس ما تنساش ان احنا اللي عملنا له ده كله. وعلى درجه عاليه من الاتقان كمان. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ استاذ هانم اللي اتحكم عليه بالاعدام للمره الثانيه بتبقى اسهل بكتير قوي من المره الاولانيه. بس النوبادي بقى مش هروح لوحدي. يعني ايه؟ يعني هاخد كده معايا صحبه علشان يونسوني. شوفي حضرتك، قبل ما اخلص كوبايه العصير دي تكوني اتصلتي بالناس بتوعك وتقولي لهم ان انا عايز الفلوس كامله مش ناقصه ولا مليم. ده اولا. ثانيا، ده رقم حسابي في البنك في سويسرا، مش هعمل ولا خطوه غير لما اتاكد ان الفلوس كلها اتحولت على الرقم ده. الفلوس اللي انا عايزها مش اللي انت عايزينها. لا ساسو، نص المبلغ عربون والنص التاني بعد ما ينفذ اتفاقنا. يعني ايه حاولتي؟ طبعا يا الياهو، ده بايع نفسه وفهم ان الاوراق اللي معاه دي سليمه، يعني ممكن يتحرك بيها من غير اي خوف. فهميه ان انا ممكن نبلغ عنه. ما تفوتنيش، وهددنا انه هيجرجرنا وراه. اعمل ايه يا الياهو؟ اخر كلام عندنا، نص المبلغ عربون وربع اثناء تنفيذ نص المهمه وربع في الاخر. وفهميه ان التحويل هيوصل بعد ساعة واحدة من موافقته، أوكي؟ شالوم. ليه مرة واحدة؟ وصلنا يا سيد نور. وصلنا ده فين ده؟ أنا مش شايف بحر قدامي ولا حاجة. يا سيد نور، هتعدي الجبل هذا، هتلقى طريق تمشي فيه 10 دقايق، هيبان لك الأسفلت. تمشي كمان 5 دقايق، هتلاقي المالح قدامك. أنت متأكد؟ عيب يا سيد نور، ده أنت أمانة بهالي الحاج عابد. من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين. شوف وشك بخير إن شاء الله. طريق السلامة. مع السلامة. طريق السلامة.
يعني ما رددتش على العرض اللي انا قدمته لك؟ هل انا عندي اي اختيار تاني؟ هو ده العرض الوحيد اللي هما ممكن يوافقوا عليه. وانا موافق بس على شرط، انا مش هتحرك غير لما يحاولوا 50 مليون دولار باسمي والبنك بتاعي يبعت لي الاختيار وعلى هنا. هي عجبتك القعده في قبرص ولا ايه؟ تكونوش ناويين تتاخروا في دفع الفلوس ولا ايه؟ ولا ناويين تلموا الفلوس من بعضيكم؟ تهمة ربنا وحده عالم اني بريء منها. يا رب يا رب تسهر براءتي يا رب. وصلنا شارع فرنسا، هتنزل هنا وتسأل. تشكر يا اسطى، اتفضل. يا حافي دين الناس. السلام عليكم. سلام. سلامك ورحمة الله وبركاته. ما تعرفوش فين وكاس الحاج هنيدي؟ 100 ميلة. وانا جابر. شوف يا سيدنا الفيلم قدامك ايه على اليمة التانية. بس دي مش مكتوب عليها اسم الحاج هنيدي. هي دي وكالة هنيدي. الف شكر. لا العفو، على ايه؟ اشرب شاي. هدوم معروفك. شكرا. السلام. انت قاعد، انت مش هتبطل عمايلك اللي زي وجهك دي؟ غصب عني يا معلم كرم، تصدق بالله؟ لا اله الا الله، اني دمي بيفور لما بسمع سيره اسم اي حد من اللي ما يسموش. ليه هلا؟ دول مهما كان جيراننا. جيران الشوم يا معلمي، هو ننسى يوم ما اتهمونا تهمه ظلم ولولا ستر ربنا ما كناش طلعنا منها الا على ظهرنا؟ برضه ما تعملش الناس بعمالهم، اعمل الخير يا اخي وارمي البحر. هو البحر هيشيل ايه ولا ايه يا معلمي؟ يا جرع انت مالك، انت ماشيل زي ماشيل، انت هتشيل بداله. بس انا برضه نفسي نعرف الواد ده عايز منهم ايه، حكايته ايه. بقول لك ايه؟ نعم. ايه؟ شوف لي الواد عريان. عينيا يا معلم. انا عايز حق القماش، التمن اللي انا بعت لك بيه ما يجيبش حق شوال. انا ما بكرش يا معلمه، بس القماش مش جايب تمنه، والنوع ده من القماش مش مطلوب اللي من دول. ايه؟ ما بقاش مطلوب، ده انت حرمت على اي تاجر ما يشتريش متر مش توب. انا كنت فاكر ان هو هيتباع يا معلمه، مش هيقعد عندي كده زي البت البايره. كنت فاكر؟ وفي حاجه في السوق اسمها كنت فاكر؟ خبر ايه يا معلم؟ ايه الخيمه اللي طبت عليك دي؟ صدقيني يا معلمه والله. لا لا، ما تحلفش على البيع والشراء ابدا، ما تركبش نفسك وتركبني ذنوب. من غير حلفان يا معلمه، انا عرضت البضاعه كلها للبيع. قول عايز تحرجها. ومحدش راضي يشتريها. ما تقوليش يا معلمة التجار كلها متفقين مع بعضها. والبايع هو اللي خسران، وزي انت ما بتقول هيقولوا لبعضيهم سيبوهم، وفي النهاية هيبيعوا بالخسارة غصب عنه. طب والعمل ايه يا معلمة؟ العمل عمل ربنا يا حج.
واللي اقدر عليه هعمله لك من عينيا التنين. تعيش يا معلمه، ده برضه العشم. بس يعني كنت بستسمحك تعملي لي فتره سماح سنه. سنه؟ لا سنه كتير يا حاج. ودي انت شايف السوق من صباحيه ربنا ما بعناش حاجه ابدا. ست اشهر مليئه. طب خليهم تسعه يا معلمه. خبر ايه يا معلم؟ هي الفلوس هتولد؟ لا انت عارف كويس ان انا ما اعملهاش الا للعزيز الغالي. وزي ما انا عايزه منك فلوس، التجار الاخرين عايزين مني فلوس، وانا ما معيش سيوله اغطي بيها التمبيالات اللي حداي. اتفقنا؟ اتفقنا يا معلمه. انا هقطع الورق القديم ونكتب الورق الجديد بتاريخ النهارده. قلت ايه؟ ماشي يا معلمه، استاذن انا بقى. من غير ما تشرب حاجه دي حتى تبقى عيبه. الحق حالي يا معلمه، معلش المكان مكاني برضو. سلام عليكم. الف سلامه صاحبك. السلامه يا حاج مع الف سلامه. السلام عليكم. سلام يا حاج. ايه ده؟ ايه يا اخو؟ ايه؟ اي خدمه؟ صباح الخير يا هاني. هاني حلوه دي. اي خدمه؟ انا جاي اقابل حاج هنيدي. نعمين يا اخويا، حضرتك جاي تترج علي؟ لا يا هاني. بلا هانم بلا بتاع. عايز تقابل الحاج هنيدي روح لهناك. هي هناك فين؟ يا ريت تدليني على العنوان. ما يتوهش، روح له عند العمود. العمود؟ ياه، كمان ما تعرفش العمود؟ لا يا هان. وعدها لك بقى، ما تنادم علي بالاسم اللي بينادموا بيه علي. طب تحبيني اناديكي بايه؟ تعالى معلم يقول لي يا معلم. بغدا ده بغبغه؟ بغ. ايه ده؟ ايه اليوم اللي ما طلعتلوش شمس ده ولا؟ ايوه ايوه معلمه. في ايه؟ خير يا معلمه؟ عمل لك ايه الجدع ده؟ انا اسود ومهبب. ايه هي وكاله من غير بواب؟ تقدر تقول لي الراجل ده دخل هنا كيف؟ مش عارف، لكن تقدر تقول لي دخلت هنا ازاي؟ يا خفتك التقيله انت وهو وانتوا التنين عاملين زي سبوعه كسرين. امشي انجر من قدام. امشي يعني. مفيش حاجه تستدعي اللي بتعمليه ده كله. انا جاي من طرف ناس سؤال عن واحد، وده لا عيب ولا حرام. تقدر تقول لي انت عايز ايه ومين اللي بعتك وعايز ايه من الحاج هنيدي؟ دول ثلاث اسئله، والاجابه على مين اللي بعتني. اللي بعتني الحاج عابد. الحاج عابد بتاع سوهاج؟ لا، بني سويف. والاجابه على سؤال انا عايز ايه، انا عايز اسلم امانه بعتها الحاج عابد للحاج هنيدي. طب تعالى ورايا. تعالى. فين الأمانة دي؟ دي للحاج هنيدي. أنا مرته، مفيش أسرار بين راجل ومرته. يعني ما أقدرش أقابله؟ تظهر إنك مش من اسكندرية عشان كده ما فهمتش يعني إيه العمود. العمود يعني الترب يا ولدي. هو الحاج تعيش أنت؟ الله يرحمه. تعيش. فين الأمانة بقى؟ تفضل. ده منديل الأمان بتاع المرحوم. الله يرحمه. أستأذن أنا. تروح على فين؟ ده دين على المرحوم وانت جاي توفيه. بس المرحوم مات ودينه مات معاه. في ديون ما بتموتش ابدا مهما طال الزمن، بتتورث، والورثه هم اللي بيوفوا الدين. انت تعمل ايه يا داريا؟ عيب يا معلم. هي اول نوبه حق الكرم. ملوش لازمه يا معلم، خيرك سابق. خيرك سابق. معلش. لا بس كسبت ايدك من اول مره مش حلوه يا معلم. يدوم اول دور. انت عايش في الجبل يا سي. هو اسم الكريم ايه بدون حساسيه؟ نوار. نوار عبد الداي. عاشت لسامي. وانت عايش في الجبل؟ الحقيقه لا. امال عرفت منين الحاج عابد؟ انا اعرف اخوه الحاج عبيد. الحاج عابد ما عايديش المنديل الا للعزيز الغالي قوي،
ومش ممكن يكون الحاج عبيد هو اللي ادهولك. لا لا، دقيقة واحدة. عايز ايه يا عريان؟ هشوف الولعة يا معلمة بغدادة. يا ولد انا مش قلت لك 100,000 مرة ما تدخلش الا لما تخبط؟ قال من لا يسوى يا معلمي. يا سويه يا سويه، وخالتك انت وقول اللي بعتك يبطل يدس مناخيره في شغلي. مين بس اللي بعتني يا معلمي؟ معقول انا اتجسس عليكي؟ ده لحم التافي من خيرك. ايوه يا معلمة. ايوه، بطل شغل الحبرتكه بتاعتك دي، بطل شغل الحبرتكه دي. انت يا ولدي يا ريكو ولدي، انت منك له. نعمل انا معلمه. خبر ايه يا ولدي؟ خبر ايه عاد؟ انا مش قلتكم تخلوا بالكم من الباب؟ ايه، ما اعرفش اقعد في مكتبي اتكلم اشوف شغلي؟ لازم تشجار شارع فرنسا كلهم يعرفوا اخباري. وهو حصل ايه بس يا معلمه؟ الولد عريان ده ما عايزاش اشوف خلقته هنا تاني. ومين يجيب لك المشاريب والولع يا معلمي؟ بلاها مشاريبك، غور غور من قدامي. ما تغور بقى، ما تجيبليناش الكلام. غور وغور انتوا كمان، غور. امرك يا معلمه. غور يا ويلي. كنت هتقول ايه يا سنوار؟ نوار نوار يا معلمه. كنت هتقول ايه يا سنوار؟ انت قبل ما تيجي الوكاله سالت على الحاج هنيدي؟ سالت الراجل الطيب اللي قصادكم من الناحيه التانية. الراجل الطيب ده انت اللي طيب. طيب طيب يا معلم كرم، انا وياك والزمن طويل. في حاجه يا معلمه؟ لا لا، مفيش حاجه. قلت لي الحاج عبيد هو اللي اداك المنديل؟ لا، الحاج عابد بنفسه وهو اللي قال لي اسال على المرحوم، بس ما كانش يعرف. اكيد، والا ما كانش بعتك لي. عموما انا متشكر قوي، استاذن. انت اللي عليك اسمه استاذن، ما تنسى بقى. انسى ايه؟ الاستئذان بتاعك ده. اقعد. انت دلوقتي في رقبتني وطلباتك اوامر. على ايه كل ده؟ انا ما عملتش حاجه. اللي اداك المنديل ده عمل وعمل كتير قوي للمرحوم، وان الاوان ان احنا نرد له جمايله اللي طوق بيها رقبتنا. هو المنديل ده ايه؟ شيك او كمبياله؟ لا، منديل ده اكتر بكتير قوي. قوم تعال معايا، وفي الطريق تحكي لي حكايتك عشان اقدر ادافع عنك وانا على نور. يا نوار يلا. اما انت هو تخيب خيابه. يعني كنت عايز نعمل ايه يا معلم؟ تقف تتصنط. الم عكر يعني؟ وماله؟ لا، اما هيمسح كلها نظافه. المهم انا كنت عايز نعرف الوليه دي ناوي على ايه. ما ترددت من الوكاله وقطعت عيشي. يعني كانت ايدها فرط عليك قوي. الحق تاله يا معلم. خلاص، ما بقاشاني المعلم كرم لما خليتها تسيب شارع فرنسا كله وتسيب اسكندريه بزيها، وهخليك انت بايدك تحلف وراها زير مش قله. طب حاسب حاسب لحسن تسمعك. غور ماشي ماشي يا بغدادة، اللي اداكي بالكبشه يدينا بظهرها. هلا كابت. نعملها معلم. اطلب لصالح الطبال على التليفون النقال. يلا ماشي يا حاج.